عليكم واهلا وسهلا وصباح النور وصباح السرور وصباح الورد والياسمين صباح كويسه اتين شبشبين اللي نبداو بهم نهارنا ان شاء الله. كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير صحتكم مزيانه؟ ام درا كاين شي حداقه كاين شي فريك شي تخمال شي شهيوه شي معسلات؟ المهم انا هذا العام هذا صراحه بيني وبينكم ترخيط روطار اليوم هذا العام روطار، ولكن ان شاء الله كلشي يتعوض. كنوعدكم ان شاء الله كلشي غادي يكون في المستوى، تحضيرات شهيوات كلشي، ولكن بيان سور ملي كيكون رمضان الكريم يعني يا ربي يوصلنا بخير وعلى خير. ليامات غدا كتجري تبارك الله ما بقى لنا والو عليه. كنبغي اول حاجه نركز عليها هي الكوزينه، تنقيها ننظمها نتقدى بيان سور داكشي اللي ان شاء الله اللي غادي نخدم به باقي ما مقدياش حتى هو. قلت بلاتي بلاتي هانتوما هانتوما الطابليه ملي تبان لكم الطابليه عرفوا قضيه فيها الحداقه خصوصا البنات كي بلي انتصار اش كتشوفوك ما كتلبسيهاش. قلت لكم اليوم غندير لكم خاطركم هانتوما كاع جايبه لكم فيها الورد والزهر وكلشي غادي نلبسوا ان شاء الله في وطنا مادام قادينا المورال بحد كويس اتاي صافي نوضوا نجمعوا دابا الوقفه وندوزوا ان شاء الله. غادي نبدا كما قلت لكم بكوزينه، نحاول نقي القريعات نقي نعقم وداكشي كله، ومن بعد ان شاء الله غادي نخرجوا مع بعضياتنا نتقداو. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندوزوا نهير زوين وكله حماس ونشاط مع بعضياتنا. اول بلاصه غادي نبدا بها واللي هو هذا الكوان هذا كله غادي نحاول نخويه نمسحو ونغسل هادشي كله. راكم عارفين العطريه مع كثرات الاستعمال كلها كتولي هذوك القرعات كلهم كيوليو مدبغين بالعطريه. بالنسبه لغليه الماء اول حاجه هنايا كناخذ واحد الكاس، كاس متوسط، كندير نص خل ونص ماء باش كنخففو وكندوزو كنخليوه يغلى يغلى مزيان. هاد القديره تقدروا ديروها حتى يعني المقراج الغلاي العادي باش كنحاولوا نحيدوا منه داك الكالكير وكنعقموه. راكم عارفين مع كثرة الاستعمال راه كتبدا كتكون عليه واحد الطبقه بحال اللي بيضه لتحت، ضروري مره واخا نديروها غير مره في الشهر احسن من والو. طيب في هاد الوقيته هادي غادي ندوزو نباليو بهاد القريعات هادو. شوفوا اختكم انتصار ديما كاسطين حداها شكل عزيز على هاد الشرب هذا في كاسطين، سبحان الله عنده واحد النكهه خاصه جدا جدا. واخا التعيب تشرب الكيسان الشربه تاع الماء في كاس الطين وعسيرتو داك من غير هاد المجلج داك ديال الطين واللي يعني طبيعي كتكون زوينه بزاف. وقبل ما تبداو تنقيوهم عندكم تنساو تخليو شي قرعه هكا محلوله ويدخل ليها الماء والصابون داكشي. شحال من مره كتوقع ليا بعض المرات كندير هذيك الحداقه ديال الزربه وسبتو قرعيه الزيت وقرعيه العطريه كنلقى مثلا خليتهم محلولين كيصدق لا خليهم الماء. كامل بالقريعات بكل شيء عقمته مسحت التجليج وكل شيء دابا ولا كيشعل. دابا غادي ندوزو تعمقوا واحد شويه في البلاكارات انا اكثر حاجه اللي كتهدني هما البلاكارات خصوصا البلاكارات الماعن. فغادي نبدا ما غاديش يعني نحاولوا نفورسيو على راسنا دقه دقه، واخا نعرفوا غير كل نهار نحيدوا علينا بلاكار جوج ثلاثه. اما الا جيتي بغيتي دير هذاك الحماس الزايد وتحيدي عليك كل شيء راه ما يمكنش، غادي تزدقي جيبها في راسك ومهدوده. المهم غادي نحيد عليا دابا انا هاد البارتيه هادي من كل نهار كنقول غادي نقيها غادي نقيها، واللي هي كما تشوفوا بحاول موقفه فيها كاع داكشي اللي طويل، قرادات صينيات مهم راكم عارفين بحال هادشي اللي كنبريزونطي فيه اللي كنحتاجو مثلا في التصوير. ولكن اهم حاجه اللي كنركز لكم عليها واللي هما هاد الرلوات هادو راه ما تخيلوش شحال كينفعوا وكيحافظوا لكم ان الطجرات ديالكم ما كيتشرطوش وكيبقاو نقيين. يعني كاع الا شي حاجه طاحت ولا توسخت كيتوسخ غير هذا ودغيا كيتمسح. هادو هما دوك الجليدات ولا دوك الفراشات اللي كما كتشوفوا كيكونوا ساهلين. وهانتوما ملي غادي يبان لكم غادي نحيدو ما يبان لكم بلاكار وخا هكاك ماشي موسخ ولا فيه تفرتيت ولا كتحتاجي تضربي ليه واحد المسيحه خفيفه
هكاك علاش انا ضروري عندي هاد الفراشات هادو ما كنستغناش عليهم. مجهودات كبيره لانه بقيت قلب شقلب من هنا ومن هنا من هنا باش نجيب هذاك الشيء كمت منيتو وحاولت نقاد هذاك الشيء على حقه وطريقه. المهم هاد الجهه هادي هذا العشاق هاد الطبيصلات المعينات البيضين يبانوا عندي هنا. المهم هذا دائما كما قلت لكم هذا كنخليه هو الاول باش يبقى لي عليه يدي جمعت فيه كل شيء هذيك الجهه البيضه هنا والمعينات الزاج درتهم في هاد الكوان هذا هاد الجنيب هذا. المهم ها نتوما نظره شامله وكما شفتوا دائما هذاك الغطاء ديال المجوره كينفع وكيبقاو نقيين. هذا عاود كله قلبته حاولت نجيب هذا البارتي النص ديالي والنص تبرايم عشاق اتاي غادي يجيو يتحولوا معايا هنايا. المهم هذه البليصه هذه درت فيها كاع كويسات اتاي اليومي اللي كنخدموا بهم كاملين هاد النص وهاد النص هذا العشاق القهوه. المهم هنايا يبان لكم كاس ما كيشبه كاس لان ابراهيم الله يعطيه الصحه عزيز عليه بقى كل مره كيعزيز عليه يشرب في كاس فهادو كله ما تشوفوا كاس كاس واحد لانه بوحدو اللي كيشرب القهوه. هاد الجهه هادي كلها ديالو هنايا لي طاس ديال القهوه هانتوما كل واحد وديزاين اللي عزيز عليهم الكويسات وداكشي هادو فنين. المهم هادو كما قلت لكم ديال القهوه وهنايا هادو بحال هادو كي يعني هادو ما خصوصا عندك الضياف. المهم هذا نطار نصو غنوريه لكم. المهم ها نتوما هاد الكويسات هادو كلهم جمعت لهم طباصلهم في ديك الجهه كاع داك لي طاس اللي عندي هنا وهنا كلهم جمعت لهم طباصلهم تما. وهنا درت هادوك السكريه ولا هذيك باش كنديروا السكر وهنا جمعت لي سوطاس
تقليديين، هادشي كلشي لي سوطاس جمعتهم في هاد القنيط هذا، وتما المعلقات ديال القهوه. المهم ها انتم واحد النظره شامله كيفاش جا، صراحه جا منظم. ولا بان لكم هكا شي اقتراح قولوه ليا. وهذا المجير هذا هنا هنا على الزاز، شوفوا لي هذا كيفاش كيبان. المهم هادو صراحه واخا ما عجبونيش هاد لي بونبوني، غيبقاو هنا ماشي بلاصتهم، ولكن كما قلت لكم على ود وليداتي عزيز عليهم ينقبوها هكا مره مره، فكنخليهم لهم قراب فيهم زبيب كاوكاو لوز وداكشي. وهنا جبت هاد الطويجنات ان شاء الله مع رمضان كنبغيو نبقاو هكا نزوقوا في الطبيله، جبت هاد الطويجنات هادو وهاد الزليفات هادشي كلشي جبتهم تما قراب ليا. وخلاص كما قلت لكم جرت حتى لي في غير الطباسل الطوال. ومن الحوايج اللي ما خصناش عاوتاني نساو نقيوهم مره مره، واللي هما هاد الشبيكات هادو اللي كيكونوا في لاوك. المهم راه كاين شي وحده راه كينساو ما عمره ما كيقيسوهم، ولكن راه ما تخيلوش الا مشيتو تجبدتوهم غادي تضربكم الصدمه، عرفتي شحال تليدام وهداك الشيء تاع معاكم عارفين في الطياب كتبقى هداك الشيء كله كتسفتو كلشي كاع داكشي اللي طيبتي كتلقايه لاصق هنايا. المهم هادو مره مره الله. المهم هانتوما يبان لكم هذا راه مازال مؤخرا عاد سميتو، يبان لكم شوفوا شحال تليدام، شوفوا 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 على التعليكه ديال اليدام كتكون فيهم. هادو مره مره ضروري كندوز كنجبدهم. هانتوما شوفوا شوفوا ما عرفتش ما كيبانش لكم مزيان، مي كلهم 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 كيكونوا ميدمين، اما الا تعطلتي عليهم راه ما تتخيليش شحال كتلقاي فيهم. وحتى هنايا هنايا عرفتي انا لقيتو ما عرفتش واش البنات اللي عندهم لاوط هنايا كنلقاه دائما دغيا من اكثر البلايص اللي كيتوسخوا كيتغبروا هو هاد البلاصه هادي. بالنسبه لهاد لي فلتر بغيتو يخرجوا مزيانين ما عليكم غير بهكا بشيشيتا اللي تكون حرشه فيها السنينات. وانا بالنسبه للبنات اللي هنايا كنحاول نحكو بهاد البرودوي هذا فيم، هذا زوين تف بالنسبه للافابو اي حاجه فيها ستانلي ستيل بوطه اللي عندكم مثلا حتى هي ديال لينوكس واعر كيخرج داكشي من داكشي الرفيع، ولا سينو تقدروا ديروا غير الخل بكربونات الصودا وصابون الاواني وتحكوهم به. الا مشينا زعما طرعرعنا وبغينا نقيوها من ا ا زد راه القليل يخصك واحد 3 ايام حتى 4 ايام، سورتو ملي كتكون يدك بوحدك. يدك بوحدك راه ماشي سهله باش تجبدي المجور والبلاكارات والتموين وتسد فيه وتقادي، راه ماشي سهله. المهم دقه دقه، المهم هي ديك البدايه ملي كتبداي الحمد لله كتبدي تشمي ديك ريحه النقا وريحه الجافيل في الكوزينه كتفرحي. المهم حاولت شي حويجات راه صورتهم لكم، شي حويجات ما بقيتش قدرت نبقى ندور معايا الكاميرا في كل جهه، راه التصوير مع التنظيف راه ماشي سهل. المهم دابا غادي ندوز نحيدو الطويبليه ديالنا بعدا حوايجي بقاو نقيين، غادي ندوز بعدا قبل ما نتحرك غادي ندوز ندهن يدي مزيان مزيان واحد الدوكوش بالكريم. كيقول لي البنات شنو الاسرار باش تعتني بيدك، هو البنات نقيو مره مره ضفيراتنا، ولكن الكريم دهين مزيان خصوصا بالليل قبل ما تنعسي مهم جدا جدا. المهم غادي نحيدو هادشي دابا ولبس جاكيتي ولينا ننطلق معهم. المهم خرجت من الدار غادي نمشي اول وجهه غادي نمشي ليها واللي هي داك محل الكرو اللي معروف هنايا في كندا وامريكا واللي هو كوسكو. نشوف ان شاء الله صراحه بان ليا غادي يكون هو احسن وجهه نقدر نمشي نتقدم منها داكشي ديال التموين وداكشي اللي غادي نحتاج لرمضان، خصوصا المكسرات لانهم كيبيعوا ساشيات كبار. هي السيكسيون اللي فيها داكشي تاع المكسرات عرفتي، المهم ضربت واحد الدويره خفيفه لقيتهم دايرين دي بخي واعرين زعما بحال اللي علموا علينا راه رمضان قرب. المهم غادي نشارك معكم لي بري مثلا هذا هذاك البيكنز ولا البيكان. المهم هادو كيشبهوا شويه القرقاع، هادو ما عرفتش واش المغرب ماشي كثاري مثلا، هادو نورمالمون الثمن ديالهم كيكون شويه طالع داير 900 غرام ديال 14 دولار واللي هي مثلا شي 100 درهم بحال هكاك. عاوتاني القرقاع اللي صدمني لو بري ديالو، ها نتوما ساشي كبيره القرقاع اللي فيها كيلو و 360 غرام شحال دايره 13 دولار، يمكن لي بخي نازلين على المغرب على ما اظن 13 دولار واللي هي مثلا شي 100 بحال هكاك 196 درهم. لقيت عاوتاني اللوز، اللوز اللي حتى هو مول هاد الساشي هادي كناخذها مثلا فيها كيلو و 360 غرام بشحال دايره دايره 14 دولار. نورمالمون هادي كناخذها بشي 17 في الايامات العاديه. ها نتوما حتى هي منزلين فيها لوزي فيلي او لي زامون ترونشي، ها نتوما 700 غرام دايره شحال 10 دولار 700 غرام، تخيلوا معايا واللي هي مثلا شي 75 درهم ولا شي حاجه بحال هكا.
كاين هنايا عاوتاني هادو بحال هادوك لي نوا دو بريزيل. المهم هادو مكسرات متنوعين. غادي نجي نوريكم مثلا الزبيب. الزبيب هذيك هي اللي كناخذ ساشي فيها 2 كيلو، ساشي كبيره ديال الزبيب دايره حتى هي 7.89، يعني يقولي شي 2 كيلو بشي تكون يمكن بشي 60 درهم 55 درهم، يعني ثمنها صراحه كونفينابل. كاين هذا عاوتاني هذا الكاشيو او لاكاجو كما كنقولوا حنا في المغرب. هذا باش زوين انه غير مملح، يعني كتقدري تخدمي به حتى المعسلات، ما كتكونش فيه الملحه. داير مثلا هذا كيلو ب 14.49. كاين عاوتاني هذا واللي هو المشمش المجفف، كيجيو 2 ساشي. هادو كما تشوفوا كيجيو ملاصقين 2 ساشيات، ها انتوما 2 ساشيات حتى هو دايرين قولوا 700 راه قول شي كيلو ونص، داير 12 دولار، يعني كيلو ونص تاع المشمش المجفف داير قولوا بشي حتى هو شي 90 85. المهم هاد الجهه هادي كلها هاد المكسرات اللي دايرين فيها دي بخي واعري. حتى هادو تشوكليت شيبس ولا هاد حبيبات الشكلاط، هادي ساشي ديال 2 كيلو دايرين فيها اليوم حتى هي 13.99. المهم هادي الجهه اللي كنت كنوريكم، شو تبارك الله قداش كبيره. المهم كما قلت لكم هذا محل ديال الكرو، كيت يعني الا كنتو هكا فامي ولا مثلا عندك شي عراضه ولا شي حاجه بحال هاد الساشيات الكبار كينفعوك، مي الا كنتو غير عائله صغيره يعني ما ننصحكمش بهم، غادي توليو غير كتضيعوا هكاك. علاش خاصك تجي هنايا تضربي وتقيسي؟ بارطاجي معكم شويه تاع مستلزمات الحلويات، بحال مثلا هادي دو باكي ولا 2 قراعي ديال الخميره البيكين باودر، يعني خميره الحلوى كبارين، فيهم قولوا تقريبا نص كيلو، كل وحده فيها نص كيلو ب 5 دولار، قولوا 900 غرام دايره 5 دولار 49، يعني قولوا تقريبا 900 غرام شحال دايره هذيك؟ هي قولوا شي 40 درهم ولا شي حاجه. ها هي خميره الخبز، هذه كلها خميره الخبز، حتى هي رخيصه دايره 3.99، الماركه الاخرى دايره 4.99. كاينه هذه سكر كلا، ماشي سكر كلاسي، السكر الاسمر 2 كيلو تاع السكر الاسمر داير 3.49. الدقيق حتى هو هذه النشا، هاي اللي كيقلبوا على النشا ولا المايزينا واللي هي الكورن ستارش بالانجليزيه، حتى هي كيلو ب 4.29. نورمالمون هذه زوينه ناخذها. هذه كريم باتيسيير، ها هي الكريم باتيسيير، سكر 4 كيلو، ها انتما هذا الباكي هذه فيها 4 كيلو ديال السكر ب 3.99. دقيق ها انتما هاد الخنيشه هذه فيها 20 كيلو ديال الدقيق ب 7.99. كاينه الخنيشات الاخرين. المهم بالنسبه للعسل، ها انتما العسل كتلقاوه مثلا بعض المرات بحال هادو زوينين هادو الفطور ولا هكا براتيك اكثر، كيجيو 3 القريعات داير لهم 16.99. وعاد كاينه هاد القرعه هذه اللي زوينه، هذه فيها 3 كيلو ديال العسل دايره 19.99. صراحه هذه زوينه وكدي لك، يعني مثلا بغيتي تصايبي داك المعسلات ولا زعما بريوات سميتو الشباكيه وداك الشيء، ها انتما فيها 3 كيلو. المهم كملت دابا من كوسكوت، قديت كاع داكشي اللي ناقصني، كما شفتوا تبارك الله كانوا اثمنه واعرين مناسبين، جابوا منا نيشان مع رمضان. وصلت للدار بخير وعلى خير، عرفتي انت صبغه توصل باش تخرجي ديك ريحه رمضان. المهم غادي ندوز ان شاء الله غادي نشارك معكم اشنو خديت. دابا دزت خويت السلعه اللي جبت ان شاء الله اللي عندها علاقه بالشهيوات والتحضيرات الرمضانيه اللي فريمون متشوقه ان شاء الله نشاركوا معكم. المهم خديت بوديزا، هادي ماشي قرعه، بوديزا ديال المايزينا ولا نشا فيها كيلو كما كنت وريتكم، هادي راه مبقا يمكن عام ديال التحليات ان شاء الله برمضان، راكم عارفين كنبغيو كتحليات السحور. كذلك هنايا بالنسبه للعسل كنت خديت هادي ديال 3 كيلو كما وريتكم ب 20، هي قولي شي 170 هكاك درهم مغربيه. غير هو العسل ما عرفتش راه في المغرب شحال داير مثلا 3 كيلو نوعيه جيده، بغيت غير نقارن لي بخي حيت هاد المحل هذا كما قلت لكم ديال الكرو. انا عارفه مثلا مايزينا بعض المرات ساشي صغيره غير 100 ولا 120 ولا 160، هذه كبيره يعني تقريبا بشي 50 وما عرفتش شحال. ملي خديت الكركاع اللوز اللي كما شفتوا صراحه كانوا اثمنه واعرين، هنايا الزبيب المشمش السكر هذه ديال فيها 4 كيلو ديال السكر حتى هي. اصلا انايا تقريبا هذه شي 3 ايام كتمشي تقدي شي حويجات لا يخصوني قبل، واللي منهم المزهر الموارد، هذا النافع، بالنسبه للنافع اللي ما كيعرفوش راه موجود هو الفانيل سيد بالانجليزيه. هاد الفانيل سيد هادو تلقاوه في المحلات الافغانيه والباكستانيه والهنديه والعربيه، موجود يعني فيما مشيتو تلقاوه لانهم حتى هما كيستعملوه بزاف في طيابهم. وبالنسبه لحبه حلاوه راه حتى هي موجوده عندهم، غير انا ما تقديتهاش، هادي الساشي كانت باقي عندي،
المهم سميتها هاد سميتو انيسيد، انيسيد وياها حبه حلاوه. راه الحبات ديالها كيكونوا صغارين مقارنه بالنافع. والقرفه وداكشي كله شي داكشي كلشي ما خديتوش لان باقي عندي القرفه، عندي الدقيق، عندي كلشي. خاصني دابا قولي انت ساره قف درنا لكم ورينا شنو شنو ان شاء الله غادي تشاركي معنا. ان شاء الله غادي نشارك معكم كل الخير وكل شهيوات، وان شاء الله غادي يكون داكشي في المستوى كما عودتكم. فهنا اول حاجه خديت نيجره ديالي، درت فيها هنا لي بات اي نوع بغيتو. انا خلطت ما بين هذا النوع هذا وهذا النوع هذا. دائما انا كما كنقول لكم لي بات فاش كنبغي نسلقهم ضروري باش ما كيجوش باسلين كندير واحد هكا واحد شويه تاع الملحه ضروري من الزيت. وكنزيد دائما هنايا وريقات تاع سيدنا موسى. وريقات سيدنا موسى كتعطيهم واحد النكهه زوينه. وغادي ندير هنايا الماء مغلي باش دغيا كنزربهم كنغلي الماء صافي. غادي نخليهم ان شاء الله يتسلقوا جانبا. فهاد الوقيته هذه ان شاء الله حنا غادي ندوزو باش غادي نقادو الخلطه ديالنا اللي غادي تستعملوا فيها سواء دجاج سواء كفته اللي بغيتم. المهم انا هنايا درت الكفته تقريبا واحد 300 غرام هكاك ديال الكفته، العطريه شويه ديال البزار، الملحه، الكمون، التحميره، وهنايا شويه ديال الخلطه اللحم، يعني العطريات اللي كيكونوا هكا مخلطين ديال اللحم. وسبق لي اصلا شاركته معكم في القناه. المهم غادي نديروا كلشي هنايا. وهنايا عندنا كما تشوفوا ديروا تقدروا ديروا اي خضيره سورتو لو وليداتكم ما كياكلوشكم الخضره دخلوهم في هنايا. المهم درت هنا واحد الفلفله حمراء قطعتها، درت هنايا البصله الخضاريه، تقدروا ديروا البصله العاديه. المهم انا اختاريت الخضاريه، جوج فصوص تاع الثومه، واحد الربيطه هنايا ديال الربيع. وتقريبا صافي هادشي اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي نرد هنايا بعدا الكفته بلاتي نخلطها واحد شويه. هنايا دائما انا فاش كنكون كنخدم الكفته كناخذ واحد الملعقه خشبيه باش نحافظوا على المقالي المقالي ديال الشاف اللي يصدق يقول لي كركت كرطيهم ليا، كنبقى هكا كنضغط عليه باش كنبغي تجي هكا مفرزه ولا مفرته مزيان. ودابا هنايا ديجا دزت قرت هذاك الربيع اللي عندي، غادي ندوز نضيفهم باش يطيبوا مع الكفته نيشان، يجي كلشي طايب دقه وحده. وبيان سور ما خاصناش نساو هذوك الجوج فصيصات ديال الثومه اللي عندنا، غادي ندوز نحكم. هنايا عاد تفكرت خاصني نزيد واحد تقريبا هاد العطريه او هاد الخلطه هادي ديال الاعشاب، كيعجبني دائما كيعجبني نزيدها، كيحمقني انا نكهه الاعشاب في الطياب سورتو هكا كفته دجاج داكشي كيجيو زوينين. صافي غادي نحكو الثومه ونخليو كلشي تشحر مزيان مع بعضياتو، فدغيا دغيا كيوجدوا واحد تقريبا كاع واحد 5 دقائق صافي ونطفيه. لي بات صافي ها هما وجدوا. دزت حيت منهم هذوك وريقات سيدنا موسى وصفيتهم. هنايا الكفته حتى هي راه وجدات، غادي ندوز هنا كنزيد عليها صوص طوماط. صوص المنزليه المهم انا هذه كنخدم كنخدم بها مره مره هكا الا كنت ما عنديش الوقت. زوينه حتى هي تاع كيكونوا فيها اربعه النكهات ديال الجبن هكا كتعرفوا بعض المرات كتبغي سربي 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 مابقاش لك كاع الوقت باش دوزي كاع تصايبي لاصوص. وصراحه كينفعوا بزاف يعني هنايا في كندا زوينين. هي ها هي الكفته بلاصوص بحات واجده. دابا كندوز كلها كلها كنفرغها فوق من هذوك لي بات صافي. غادي ندوزو نخدمو مزيان مزيان مع بعضياتهم. وكنكونو حنا ديجا وجدنا المول، المهم المول اللي غادي يدخل الفرن. بغيتو تقدموه هكا بالصحه والراحه كتجي زوينه مع شويه الفرماج من الفوق، ولا مثلا تخدموها هكا في المول مثلا تزيدو معاها لاصوص بشاميل. بالنسبه لصوص بشاميل كناخدو هكا جوج معالقات كبار ديال الزبده، غادي نحاولو هكا ندوبوهم شويه. وغادي نحتاجو معاهم جوج معالق زبده، جوج معالق دقيق، دقيق يعني حتى هما معالقات كبار ولا مايزينه اللي بغيتو. وهنايا الحليب، الحليب على حساب الصينيه ديال لي بات اللي مصايبين نتوما. الا كانت غير مويان راه ديك 300 مليلتر، الا كانت كبيره شويه نص لتر، نص لتر باش تخرج نص لتر ونص نص لتر نص لتر بغيت نقول صافي. وبالنسبه ضروري انا الصوص بيشاميل كيعجبني نسمها شويه المليحه شويه البزار شويه الثومه، واي مثلا عطريه خلطه عندكم مثلا شي خلطه ولا هذا بغيتو ديروها اللحم ديال اللي كان. المهم ما تجيش هكاك باس لا زعما ما فيها لا نكهه لا والو. المهم اول حاجه الزبده هذه كنحاول نذوبها مع الدقيق صافي. وكندوزو ناخذو هنا الحليب تدريجيا كنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنحرك. جاهزه بعد ما طفيت عليها. المهم كما قلت لك كما تابعتوا معايا يعني الحليب كيبقى ضاف شويه بشويه وبيان سور ما كنساوش العطريه. دابا غادي ندوز نضيفها هكا من الفوق كامله كامله نغطيها بهاد الصوص هذه، وهي اصلا راه كتسيح يعني حتى في الجناب.
الفاصوليه ديالنا ها هي صبحات جاهزه باش تدخل الفرن. في الاخير بقيت حكيت عليه شويه الفرماج، راه الفرماج بدا يذوب ديجا بالسخونيه، وغادي ندوزو ندخلوه للفران. الفران يعني ماشي شي مده طويله، تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقه، غير داك البيشاميل كيتماسك وكنخرجوا. الزوينيه ديالنا ها هي خرجت من الفران. يا لالا عرفتي على ريحه طالعه؟ ما نعاودش لكم، انا كنخلي دائما كنشعل عليه من الفوق واحد 6 دقائق، كنخلي ديك الطبقه الفوقانيه كنبغيها تكون مقرمله. هذاك الفرماج ملي كيتقرمل كيعطي واحد النكهه زوينه، وكما شفتوا ساهل يعني ما فيه لا تماره لا والو. ان شاء الله غادي نقاد معاه واحد العصير هكا خفيف وشي شلايضه مع ابراهيم عزيز عليها هكا شلايض في العشاء، ونقدمها لكم تنتوما بصحه والراحه. نتمنى تجربوها، واكيد كنتمنى كذلك انكم تكون دوزتوا معايا واحد النهار اللي كله حماس ونشاط ونكونوا شجعنا بعضياتنا. واكيد انتظروني في فيديوهات عندهم علاقه ان شاء الله مع تحضيرات رمضان وشهيوات وحلوات رمضان. وبوسه كبيره لكم، وتهلاو في راسكم، باي باي.